نشكر قناة جيبوهات معنا على خدمنا على رواحنا، عملنا رواحنا، عملنا المستحيل، وان شاء الله ان شاء الله نشرفوا تونس ونهزوا البطولة ونبيضوا تونس حدا بالجير الابيض. الحمد لله الحمد لله. الانترفيو في تونس، اي انترفيو تقول له شوف لكن في مصر محليهم تسألوا طول يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، بس ربنا وفقنا كده اهو، يجيب امه دقيق في تونس في تونس في تونس تقول له بربي شو اللي انت جيت وقال لي لا يا مت هكا هكا والله والله مصري. عندك زاده في الخطبه استاذ الجمعه، استاذ الجمعه معناها كي تدخل في تونس استاذ الجمعه قلت عليها بكتاب العزيز المؤمن اخو المؤمن دمه وماله علاش خاطر الانسان عليه عليه هكا كل واحد فيه كل واحد في مجلس الشرطه عليه في مصر هذه توليتوش العمليه توليتوش على خير في مصر في مصر والله نقعد نسمع كل فيلم بده يحكي يا الله بص يعني يا ربنا تعالى كده اهو يخليك هكا خليك تحب ربي خلي بالك خلي بالك الفجر عبيد راقده الفجر فجر الدنيا مبكسر الله عليه 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 الله عمل صوتي ولا الله اكبر الله اكبر حل الميكروفون في مصر على الاقل يعطيك نسبه 80% خشوع الله اكبر الله الله نقوم الصلاة خير من النوم ينام بو النوم ونقوم على خاطره الصلاة خير من النوم حسب باش يكمل يقول لك قومي نادين وين